السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا عليكم، لاباس؟ شوفوا، أنا اليوم راح ندوز عليكم برك بواحد الطبق، طبق قسنطيني. هو تريدة الكسكاس. تريدة الكسكاس هي عبارة على سيتون بات لي، بعد ما نحلوها نديروها تولي كاغي كاغي. هذه باليوم درناها بالمناسبة تاع اليوم النص تاع رمضان نفقة. انا فضلت ما نديرش تختوخه ولا حوايج اخرين، جي بريفيري باه ندير تريده. تريده تاع الكسكاس. تريده تاع الكسكاس هي عباره على هذه، هي صعيبه على سي اون بات تري فين، نديروها كاري. المهم هنا في قسنطينه يعرفوها، ما خارج قسنطينه يعرفوها. هذه هي اليوم، هذه درناها في مناسبه تاع فطورنا. نقول لكم رمضان كريم، صحة فطوركم وصحة سحوركم. هذه هي تريدة تاع قسنطينة العتيقة والقديمة. هاد البلا هذا اللي تري زونسيان في قسنطينة. المهم نقول لكم يعني نبدأ صغيرة برك على البلا هذا. نقول لكم صحة فطوركم. شوفوا بركم نولهكم، احنا نقدروا نديروها بالعسبانة، نديروها بالعسبانة، نديروها بالدجاج، نديروها باللحم، نديروها كيما يعني نحبوا. لو شوا راهو ليكم. هذه هي تريدة الطاجين تاعنا. نقول لكم رمضان كريم، صحة فطوركم وصحة سحوركم. موعد قادم إن شاء الله.